انا بقول لكم ان احنا النهارده عندنا مفاجاه حلوه قوي في هذا الصباح. معنا صوت فنان جميل من اجمل الاصوات العربيه اللي حقق نجاح كبير قوي على مدار مشواره الفني. قدر ياسس من البدايه وهو بدا معانا في نهايه التسعينات واستمر حتى الان بعد ما قدرت اغانيه انها تاثر في جيل من الشباب ويكون دايما حاضر كل المناسبات. دايما كنت تلاقي اغانيه موجوده معانا في كتير جدا. مفيش عريس وعروسه ممكن يكون بيتجوزوا من غير ما يسمعوا اغانيه. كان الحقيقه وما زال واحد من المطربين المفضلين للشباب العربي. قدم مجموعه كبيره جدا من الاغاني الالبومات وقدم اغاني سنجل، قدم طريقه الفيديو كليب وكانت ناجحه جدا خلال رحلته الفنيه. قدم بعض الاعمال التلفزيونيه واعمال في السينما، صحيح ما كانتش بقدر اهتمامه بالغنى لانه كان مهتم بالاغاني اكتر، لكنه برضو علامات اللي هو قدمها في مجال التمثيل سابت بصمه مميزه وكتير جدا من الاعمال حتى وان كنا ساعات بنشوف انها كانت شكلها لا يناسب حتى طبيعته اللي احنا اتعودنا عليها، لانه اكتر ارتبط في اذهاننا بالاغاني الرومانسيه، الكلام عن الحب. كانت اغاني دايما شبيهه بالمواقف الانسانيه اللي احنا كلنا بنعيشها. ضيفنا اللي بينضم الينا عبر كاميرا اكسترا نيوز واللي بنرحب بيه الفنان الجميل والمطرب سامو زين. صباح الخير عليك يا سامو واهلا بيك، منورنا في هذا الصباح. صباح الخير يا أستاذة أسماء وصباح الخير لجميع الجمهور المتواجدين. أنتوا طبعا معايا من مكتبي المتواضع وأنا سعيد أن أكون معاكم لايف. كل سنة وأنتوا في حب، كل سنة وأنتوا طيبين، يا رب الخير والصحة لجميع المشاهدين وليكي ولجميع الناس اللي بتشوف دلوقتي. كل سنة وأنت طيب، وبكل تأكيد أنا عارفة أن أنت طلتك نادرة على الجمهور. وأنت بتحبش الحوارات التلفزيونية ولا إيه يا سام؟ يعني مش يعني انا بحب دايما احاول اني اقدم دايما يعني للجمهور، انا قليل المشاهده، بحب دايما اقدم للجمهور حاجه ماده يتكلموا فيها، حاجه تكون هي موجوده عند المشاهد. ما بحبش ان دايما اظهر للجمهور باي كلام انا اقدمه، وانا قليل الحاجات اللي انا بحاول اقدمها. بحاول دايما اكون في الاستوديو، بحاول دايما اني اجتهد بالحاجات اللي انا بقدمها للناس. انت عارفه طبعا الجمهور اللي حق على الفنان بالذات لما يكون عنده مسيره طويله طبعا، فبيكون المجهود كبير اكتر كبير اكتر. فبحاول دايما استثمر وقتي بالحاجات اللي انا بقدمها للجمهور. انا بحاول الجمهور يستفيد مني بحاجات يسمعها مني، فبحاول دايما ان انا يعني اقلل من التغطيه الاعلاميه. بس انا معاك اهو، انا هو الصبح متواجد. انت منورنا وبشكرك طبعا. انت منورنا وبشكرك انك قررت انك تصبح على جمهورك من خلالنا وعبر شاشه اكسترا نيوز. وخليني في البدايه ابارك لك بقى على اغنيتك الجديده حرام عليك، نقول مبروك. الحقيقه تفاعل كبير جدا 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 من جمهورك، والحقيقه انا شفت قد ايه الناس عاجبهم ان سامو رجع يقدم لهم اللون ده، وكان يعني جمهورك مفتقد النوعيه دي من الاغاني منك. يعني نوعيه الاغاني دي مهمه جدا لينا كلنا، بالذات بتدي الطاقه الايجابيه، بتدي الحب والسلام والانسانيه عند ناس كتير جدا، وده شعار احنا عايشين عليه كلنا. يعني دلوقتي انا بقالي 20 سنه تقريبا حامل الشعار ده، شعار الحب والإنسانية والسلام والمحبة، ودي خطى محتاجينها كلنا تحت الضغط النفسي اللي احنا عايشين فيه، تحت الإحساس اللي احنا محتاجينه فعلا في بيوتنا في أسرنا. فحسيت انه انا لازم ادي اكتر من ده، لانه ده واجب وأمانة فنية انا الناس اللي صنعتها يعني جوايا، مش انا اللي صنعتها ابدا. فحبيت ان انا اقدم لهم الحاجات اللي هم فعلا بيحبوها، ودي حاجة فعلا بتوصل لعند الناس بمراحل مهمة عند الناس. طيب أنا عايزة أقول لك هستأذنك إن إحنا حابين وإنت بتصبح علينا الصبح نسمع حاجة كده بصوتك الجميل تصبح بيها على الجمهور، وكمان هنسمع جزء من أغنية حصرية بشكرك جدا 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 إن إنت اختصيت برنامج هذا الصباح بيها. هنسمع الأغنية ونرجع لك على طول. عين في عيني، ايد في ايدي، هتمنى تاني ايه من الدنيا دي. هو حياتي وذكرياتي
بشكرك طبعا ان انت اختصتنا يعني بالصباح الجميل ده والصوت الحلو وايه جمال ورقه اللحن والمزيكا. بشكرك الحقيقه مره تانية. ربنا يخليك. طبعا كلمات والحان وتوزيع الاستاذ اكرم عادل، انا سعيد بالتعاون معاه. ده اهداء مني لكل جمهوري ولكل الناس اللي متواجدين، لكل الحبيبه ولكل الناس اللي بيحبوا. محتاجين جرعه حب، محتاجين جرعه انسانيه، محتاجين نكون متواصل بكلام الحب بالذات. انه انا عندي امانه كبيره قوي عند الجمهور ببيوتهم وافراحهم، متوقعين دايما مني ان انا اقدم لهم حاجات فيها التقارب الاجتماعي اللي احنا كلنا بندور عليه، ودي رساله احنا بنقدمها دايما من مصر لكل دول العالم. يعني هي دي الدور الفنان، يكون ليه مكانه في المجتمع. برضو بتوصل رسائل مهمه جدا للمجتمع داخليا وخارجيا في العالم كله. فحاولت ان انا اوصل بكلمات تكون مستنقاه جدا، مستقاه من البساطه ومن الحب المتبادل فعلا بين الشخصين، بين الرجل والمراه، وتكون فيها نوع من الرومانسيه اللي الناس تعودت الناس منها مني، لان فعلا انا بحب اقدمه دايما سنين طويله ورفع شعاره. فيا رب تعجب الناس وتكون فعلا ترسم الابتسامه عند الناس في بيوتها وفي افراحها وفي كل مكان عندهم. اكيد هتعجبهم، خصوصا احنا بنتكلم بقى على شهر فبراير والاحتفال بقى جاي بعيد الحب، فاعتقد انه هتكون دي بقى هديه سامو زين لجمهوره. انا ده حقيقي طبعا. انا بقدم لهم النهارده، نازل لي اغنيه اسمها فاطمه لاول مره هتنزل. انا طبعا بشتغل دلوقتي بطريقه تانية مختلفه. انا بقالي فتره تقريبا حوالي 8 شهور بشتغل بثيم مختلف، بحاول اواكب التطور الكبير والعظيم اللي حاصل في مصر قدام دول العالم كله. فبنحاول احنا كمان نقدم مزيكا مختلفه مشتركه بين مصر وبين جيرماني وبين لندن مع امريكا مع الصين. فبنحاول نعمل كولكشن مختلف تكون برضو بتواكب النهضة الكبيرة اللي حاصلة في مصر بصراحة العظيمة. فبنحاول احنا برضو نتطور بفكرنا ونكون وجهة كويسة برضو للمجتمع في العالم، برضو في الصناعة الفنية. انت عارفة طبعا مهم جدا الفنان العربي، اللي طبعا انا يعني بقالي 22 سنة في مصر، وانا فخور بإقامتي وفخور بحب الناس في مصر العظيم. ودور الفنان دايما ان هو كمان برضو يتطور مع تطور البلد ومع شكل توجه البلد بشكلها وفكرها. فبنحاول دايما برضو احنا نكون وجهة كويسة كمصريين لجميع دول العالم، زي ما هي فعلا البلد رايحة في مكانة عظيمة. حتى دلوقتي بفكر بأن 3-4 ايام شغالين على مشروع بروجكت برضو نوري التصور كمان الموجود في جميع دول في مصر بالذات، من تطور، من تكنولوجي، من صحة، من رعاية، من إعلام. فبنحاول نعمل مشروع جديد كده مشتركين احنا وفنانين، ده حصري طبعا اول مرة اقوله عند حضرتك. بنحاول نعمل برضو موسيقى واغنية تكون مختلفة تماما عن كل حاجة اتقدمت، فيها برضو نوع من العصرية، نوع من التكنولوجي، نوع من تنقية المفردات اللي نخاطب فيها جميع دول العالم، اللي نستوحي برضو نوري الناس الشكل اللي احنا بنقدمه برضو رسالة الفن من مصر، من هنا من مصر الحبيبة. يعني أنا بشكرك جدا على الخبر الحصري ده وبالتوفيق، وأكيد احنا في انتظاره ونكون أول من بيعرضه معاك إن شاء الله في هذا الصباح، أكيد أول ما يكتمل هذا العمل. سامو، هرجع وأسألك عن بعض ما سألوا عنك جمهورك، دي الأسئلة اللي كان الجمهور بيوجهها لك عبر حسابك الرسمي على الانستجرام، خصوصا في الأعمال الفنية اللي انت قدمتها طول الفترة اللي فاتت. كان من أبرز الأسئلة، انت قدمت بعض الأغاني بطريقة الراب، أو كنت بتروح للون الشعبي أكتر، أو الإيقاع السريع اللي فيه مزيكا. جمهورك سأل وتساءل ليه سامو زين راح للون ده تحديدا أو صناعة صيني. ناس كتبت وقالت إنك رحت ده عشان ده الأكثر رواجا، ناس تانية قالت لا سامو زين أنت عايز تقلد فلان أو حد معين أو تمشي على غرار مثلا الأغاني اللي قدمها محمد رمضان أو ما إلى ذلك. هل سامو زين فعلا بيحاول يغير طريقته في الغنى رغم إن أغنيتك الجديدة بتقول عكس كده؟
تحية طبعاً لكل الفنانين اللي ذكرت اسمهم، يعني فنانين كبار، وأنا أعتز بنجوميتهم وأعتز بكل أي حد من جمهوري يهتم إن هو يكتب كلمة ليا على السوشيال ميديا، أو إنه يهتم في أخباري، أو حتى يدي تعليق لي. ده بالنسبة لي حب، أنا بالنسبة اهتمام، وأنا بالنسبة لهم حد عاش معاه كتير. أنا طول عمري متعود، جمهوري الحقيقي متعود على التغيير اللي أنا بحب أعمله دايماً، وده توجه عصري. يعني انت مهم جدا ان انت كفنان ما دام ربنا كرمك بامكانيه الصوت وامكانيه الفكر وامكانيه انه انت يكون عندك تغيير دايما بتحاول تقدمه، دي حاجه كويسه انك تقدمها. تاني حاجه، الفنان مهم جدا انه يوري السكيلز بتاعته، يوري الخامه ممكن يعمل ايه، التوجه ايه والشكل ايه. مراحل الفنان مهمه جدا بالتنوع الموسيقي. في شباب كتير قوي بيهمها انه برضو تسمع الفنان اللي هي بتحبه بشكل موسيقي مختلف. طول ما انت بتحاول تقدم الاختلاف، طول ما انت بتقدم شريحة اكبر للجمهور بتاعك، مع الاحتفاظ مع الحاجات اللي انا بقدمها. ما انا يعني الفالنتاين ده قدمت ده، بس انا بقول دايما التغيير مهم عند الفنان طول ما هو يملك، يعني من عند ربنا انه يقدر فعلا يغير. وانا شفت بصراحة يعني شفت شريحة جديدة، أنا بالنسبة لي أنا فخور بيها برضو. والشعبي دي حاجة طول عمري أنا بحبها جدا، وأنا فخور إن أنا بعملها. قلت لك أنا خريج من النسيج المصري، من جميع الطبقات وجميع المجتمعات المصرية. من يعني أنا تعلمت على أيديهم وتربيت على أيديهم، وكل الشرايح ليها 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 دور وليها تأثير فيا. فبحاول دايما أرضي كل الشرايح الموجودة من المجتمع المصري، فبحاول ان اقدم لهم اللي بيحبوه. وليست الفنان هو في النهايه، هو رؤيه فنيه بيصنعها الجمهور، يعني بيصنعها الجمهور مع التاثير اللي هو بيحب يقدم فيه، احساسه مع الكلمه اللي تكون مناسبه لجميع الناس، مع الاحتفاظ بالكلام اللي انت بتقدمه. في النهايه بنحاول برضو نستنقي الكلام اللي احنا بنقدمه وندي طريق جديد. يعني مع الاحترام، انا قلت صناعه صيني ميد ان شاينا، قلت اخطبوطه مش عنكبوطه، قلت ديناصور، قلت الدنيا دنيتنا، قلت الورد الاحمر، قلت العسل، قلت اغاني في عشقك. دور الفنان دايما مستوحي هو من الطريق اللي العصر مواكب لي، مع الاحتفاظ مهم جدا. الكلام، بيوت الناس، الجمهور، هو الاختلاف مهم جدا. الفنان هو ارتست في النهايه، ارتست بيقدم اشكال زي التمثيل، هو دور بالنسبه له. مع الاحتفاظ مع اللاين اب اللي هو الناس حبيته فيه، بيحاول ان يقدم لهم بما يرضيهم. إذن مع مع مع, مع 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 انا عايز ارد بس على 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 يعني على الفنان الكبير محمد رمضان. اتفضل. على الموضوع التشبيه ده، طبعا حاجه تشرفني جدا. محمد عنده فن تشكيلي متكامل، هو ارتست ليه شكل موسيقي، الملحن، وانا كنت الملحن في الاغاني اللي انا عملتهم انا وطبعا الملحن الصديق معتز امين، وتوزيع اسامه عبد الهادي. حبينا احنا نرسم شكل. انا عامل الكلام ده من 20 سنه، انا عندي اغاني اسمها ميلي يا حلوه ميلي، غنيت في الجزائري والمغربي، بس بعض من الجمهور ما شافش اللاين اب اللي انا قدمته ده من فتره كبيره جدا. هو بنفس الخامه بنفس الطريقه، وتقريبا هو ده اللي انا اتشهرت بيه بدايه حياتي. أيوة. قبل اغنيه انا ليك وقرب ليا. أيوة. اللي انا بدات فيهم ده صحيح. اذا سامو زين حريص انه الفكره انك حريص تقدم كل الوان الفن لجمهورك، انك يعني انت بتقول انا بتابع وبواكب وعايز اقدم بكل لون، كل لون جمهوري بيحبني فيه هيلاقيني انا قادر على ان انا اغنيه واقدمه له. النقد ما بيقلقكش؟ مهم عند الفنان الكلام. النقد ما قلقكش؟ لا خالص، ده حب بالنسبه لي. لا خالص، يعني الحمد لله الجمهور عارف يعني عارف مكانته عندي، وانا عارف مكانتي عند جمهوري. هي مش سنه او سنتين او مش اغنيه او اغنيتين، هم الحمد لله فوق 450 اغنيه ما شاء الله، بكرم من عند ربنا بقلوبهم كلهم الحمد لله. الحمد لله يعني بقت قاعده العائله كبيره جدا، بقوا فاهميني، عارفيني انا مجنون فن، بحب الفن، انا راجل فنان جدا، وما عنديش مشكله اني انا اعمل كوبريشن مع اي حد. يعني قدمت الفرنسي، الانجليزي، العربي، الخليجي، العراقي، المغربي،
انا بحاول دايما غنيت بكل اللهجات الحقيقه. احنا رساله فنيه يعني الحمد لله بنحاول نوصل، انا بحاول اوصل للمنطقه ان انا اكون يمكن تقريبا انا قربت لاكبر يعني لاكثر فنان في العالم غنى لغات، هو غنى 14 لغه، انا واصل لرقم 12 ادعي لي ان انا احاول اوصل برضو ل 15، هتكون كويسه لتاريخي ان انا عملت برضو ان انا قدمت رساله فنيه تكون فيها عده لغات وعده لهجات، وادخل فيها في مرحله جديده في حياتي ان انا قدرت اوصل صوتي باكثر من لغه في العالم واكون متخطي كده الفكر الموسيقي في العالم. يعني سؤال صريح تاني تم توجيهه ليك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانت ما ردتش عليه، اقول قالوا ان اغنيه نقطه من اول السطر والحقيقه هي حققت نجاح رهيب جدا وكان فيها تفاعل غير عادي على الانستجرام من الناس ورد فعل جمهورك كان عليها غير عادي، بس اتسالت سؤال وانت ما ردتش، قالوا ان الاغنيه دي مرتبطه بحياه سامو زين الشخصيه، هل ده صحيح؟ يعني خلي كل حاجه في وقتها، بس انا اقول حاجه انه يعني هقول انا طبعا مش شاطر في الاجابات الصريحه جدا كده، ولا شاطر انه انا يعني غير ان اكون صريح دايما معاكي يا استاذه اسماء ومع جمهوري دايما، انا في مراحل في حياتي العاطفيه يمكن غير مستقره، فاكيد لما يحصل اي خبر هقول لكم. انا كده اعتقد ان انا رضيت سؤالك وكنت صريح معاكي جدا، بس انا كاي شخص بتمنى السلام الداخلي تحت الظروف اللي احنا عايشينها كلها، بس انا حاليا غير مستقر يعني عائليا او عاطفيا، ولو ما يحصل اي حاجه تانية انا اكيد هعلن الخبر لان طول عمري كتاب مفتوح لكل الناس. فاعتقد ان انا جاوبت على قد السؤال، ويا ريت جاوبت على قد سؤال الاغنيه بس كمان كان احساسك الجمهور كله احساسك فيها ده كمان ده انتوا تركزي ده انتوا مركزين قوي لا احنا بنتابع اللي بنشر احساسك كمان في الاغنيه. خليني اقول لك في النوعيه دي من الاغاني بالذات يا سامو الاحساس فيها قوي جدا، بيكون اختيارك كمان للمزيكا للحن للتوزيع للكلمات. يعني انا مش هتكلم على جرح شخصي يخصك، ولكن انت بتحب تقرب من جراح الناس، هل ده صحيح يعني انك تحب تلمس حته الجرح القريبه في القلوب قوي؟ هي دايما حالات الاغاني هي مش حاله بتتكتب بس او بتتلحن او بتتوزع او حتى بتظهر للناس عن طريق الفيديو كليب، لا هي اكبر من كده بكتير، هي رساله مكونه من جوه المجتمعات من جوه البيوت من جوه الحالات المجتمعيه اللي احنا عايشينها. دايما بدور على الشارع بدور على البيوت بدور ازاي احنا اوصل الحاجات اللي جوايا الاول وابدا اتناقش فيها واشوف ان هي فعلا الناس محتاجه تتكلم فيها وازاي تتعالج. دايما بحاول ادور على العلاج المهم لاي حاله موجوده في المجتمع. الفنان هو ده رسالته انه يقدم حلول للمجتمع، يقدم اغاني للمجتمع وليس الى تدمير المجتمع. بقدم شكل موسيقي بيكون بيتكلم عن المأساة او حلول المأساة دي، بين قوسين حلول المأساة هي الدور اللي انا دايما بشتغل عليه، وبحاول دايما لما انزل الاغنية تكون ليها مرجع بعد كده للرد عليه. هي عبارة عن قصص متتالية من حياتنا الحقيقية اللي احنا عايشينها دايما. فحبيت اني انا والناس تعودت لما اكون عندي فرحة بقدم الحاجات اللي عندي موجودة، فانا داخلين على الفالنتاين فانا بقول لهم انه الفالنتاين برضو جميل والدنيا جميلة وكلنا احنا عايشين للحب. فانا هقول حاجة انه انا طول عمري مسائلي الشخصية هي مسائل داخلية كأي انسان في الحياة، بس جوايا برضو في حب كتير بقدمه للناس، فبحاول ان انا اطلعه في الحب للناس كلها واكون عايش معاهم فيه دايما طول عمري. هما بالنسبه لي كل حياتي واسرتي تعني لي كتير جدا في حياتي وابني محمد، وبحاول برضو اطلع الحب ده للناس كلها بعدة طرق للحب، يا رب توصل للناس واكون دايما داعم لرساله الحب في العالم والمجتمع في مصر ودول العالم كلها يا رب. الموال بقى سامو زين ارتبط بيه جمهوره بالموال، وكنت الحقيقة يعني قدمت إبداعات
في غنى الموال بطريقة جديدة وبشكل جديد، لأنه برضو حضورك يا سامو كان مختلف عن الجيل من المطربين العرب اللي قدم الموال في السابق، فأنت جددت في شكل الموال. فين الأغاني الموال من أعمالك اللي جاية؟ برضو قلت أنا تربية مصر العظيمة من جميع عشر، من ملحنين، من كتاب، من موزعين، فأنا تعبت كتير برضو حتى أني أنا أخد أنه يرضوا عليا بالألحان والكلمات، أني أنا فعلا أقدم لهم أغاني تكون تليق بالشعب المصري العظيم، بالذات بالفكر الموسيقي. أنت بتكلمي على إبداع الفني الأول في العالم، في الوطن العربي كله. قدمت الورد الأحمر، قدمت العسل كموال، فكر جديد احنا بنحضر الايام اللي جايه دي. ده لاين اب برضو انا يعني اشتغلت عليه كتير، وشايف الناس فعلا بتطالبني بيه. ان شاء الله هقدمه في الصيف، هقدم 3-4 اغاني هيكونوا برضو كوكتيل صغير. هغني بقى بطريقه مختلفه، هقدم صعيدي، هقدم الموال الصعيدي، هقدم ده نفسي انا اعمله لاول مره. هقدم الموال النوبي، بحاول ان انا برضو اطلع حاجات جديدة ترضي الجمهور وترضي برضو جمهوري في كل مكان في مصر، وتكون برضو تليق بالشعب ده برضو في الوطن العربي بمقياس يكون مختلف بيتقدم، ونوري برضو الشكل الموسيقي اللي بيتقدم. مش عايز طبعا لسه ما حددناش لسه الشكلين اللي هيتقدموا للموال، بس انا وعدتك انه هيكون دور الموال مهم جدا، لانه هو ده الاساس الفن اللي احنا مرتبطين بيه، وبنحاول نوصله لاخواتنا الفنانين اللي طلعوا بعد كده معانا، اللي هم فعلا لازم برضو يحتفظوا بتراثنا وبجذورنا وبشكلنا، لانه ده الفن هو رساله عباره عن بتخرج منها بتعمل الجنون الفني اللي انت بتقدمه، مع الاحتفاظ انك ترجع تاني تحافظ على التراث المهم جدا، التراث العربي بتاعنا، الأصالة، الموال، المقامات الشرقية، الفن والكلمة الشرقية واللحن العربي. دي رسالة مهمة جدا احنا بنحاول نحافظ عليها. يعني احنا بنعمل أشكال موسيقية، بنفكر فكر يكون مختلف للجمهور، بس بنفس الوقت بنرجع دايما أو بنجري على طول بنحافظ على بيوتنا اللي هي المكان الشرقي والتراث الشرقي، اللي احنا بنحاول دايما نكون راية كبيرة في العالم، تكون الجمهور العربي فخور بيه، لأنه احنا في النهاية احنا رسالة عربية بنقدمها للعالم كله. طبعا. وعلى فكرة اللحن العربي والكلمة العربية والتوزيع العربي بقى ليه شأن مهم جدا في العالم، ومتسلط عليه جدا. يعني انا حتى لما كنت في ألمانيا آخر فترة وفرنسا وانا بجهز، لقيت اهتمامات كبيرة جدا من المستمع والعاملين في القطاع ده، انه بقى بالنسبة لهم اللغة العربية واللحن العربي شأن اهتمام بالنسبة لهم كبير جدا. ده صحيح. فدي حاجة عظيمة، مجهود كبير من الفنانين واخواتي النجوم الكبار اللي فضلوا سنين طويلة بيشتغلوا ليوصلوا ده، واحنا بدورنا نفضل نوصل الكلمة العربية واللحن العربي لجميع دول العالم ان شاء الله. هرجع بقى للتمثيل يا سامو، انت قدمت تجارب الحقيقه في التمثيل، وكانت الحقيقه كلها ناجحه وكانت بتثير الجدل، بس يمكن ساعات كان جمهورك يقولك انا متعود على سامو زين الفنان الهادي الاحساس القوي، ولما اتجهت وحاولت تغير وتقدم لهم شكل مختلف عن الشكل اللي تعودوا ان هم يشوفوه بيك، نجح جدا برضو وكان ترند لفترة طويلة، ولكن الناس قالت لك لا، هو يعني انت لو بتفكر بقى انك تعود مرة تانية للتمثيل، وانا عارفة انك مهتم بالغنى اكتر، هتختار انهي لون؟ ما هختار كل لون يكون جديد عليا. يعني انا دايما بدور على الحاجة الجديدة. انا كنت سعيد طبعا بالمسلسل ده جدا، يعني النقد كان بالنسبة لي كان حاجة جميلة لما عملت عبده وعملت شخصيات كتير. انا طبعا المسلسل ده عملت 10 كاركترز، 10 شخصيات، ده سيناريو، دي افكار كانت مطروحه عند، عجبني الفكره انه انا بحاول اطرح قضايا كتيره الناس ما شافتنيش كتير في السينما او في الدراما، ده اللي شدني ان اعمل المسلسل ده. النقد السلبي انا بالنسبه لي اوقات كتيره بتكون ليها دافع اني انا
اشوف رده الفعل، اتعلم من الجمهور، اتعلم من النقاد، اتعلم من الصحافه. دي بتفيدني فنيا وبتديني دافع لو فعلا انا ممكن اوصل لمرحله اكبر. والفنان مهم جدا انه هو برضه يوصل لجمهوره او يعني الناس اللي بتتابعه السكيلز والحاجات اللي عنده. مهم برضه الفنان الناس تشوفه غير هو بيغني، بيمثل ازاي، بيتكلم ازاي، اداؤه ازاي على الكاميرا، احساسه بيطلعه ازاي كبني ادم. فبحاول دايما اطور من نفسي. صدقيني انا تعبت قوي في المسلسل ده، وتعبت جدا اني انا كنت اوصل مجهود كبير، لانه برضو الادوار دي ليها مجهود كبيره ومحدش بيخاطر او بيخافوا يعملوا المناطق دي. فاني انا اعمل ده واشتغل عليه تقريبا حوالي، قعدت اشتغلت 6 شهور عشان اعمل 10 شخصيات كنت بصور كل يوم، فانا وراء الكاميرا. فكنت سعيد اني انا الحمد لله اوصل للمرحله دي. بعد كده قدمت مع صديقتي الدنيا سمير غانم، عملت حلقه كنت سعيد ان تكون ترند نمبر 1، كانت السنه تقريبا اللي فاتت وقبل اللي فاتت. فكنت سعيد اني انا تكون دي اخر مرحله انا كنت قدمتها. والاختلاف مهم، الاختلاف مهم برضو للجمهور ان هو يشوف انه عندي اختلاف فني بين التمثيل وبين الغنى. ده التمثيل هو استوحاء مختلف تماما عن الغناء. في سكيلز سايكولوجي، في سكيلز جسماني، النطق، التمثيل، التعبير تختلف تماما عن الغنى. ده احساس الناس ما بتشوفوش، تقعد ورا المايك وتقعد تشتغل عليه وتتدرب. التمثيل هو وجهة مختلفة، بطلها يعني المخرج رقم 1، ورقم 2 بطلها الكاتب والحوار اللي موجود فيه. فاحنا بنحاول دايما نقدم كل حاجة جوانا، وفي النهاية بتكون المخرج هو المسؤول عن اي عمل بيظهر والمنتج. ده بأمانة اللي بتكلم عليه. فانا الايام اللي جاية بحاول ان اختار حاجات جديدة مختلفة تكون برضو فيها اشكال مختلفة، تكون فيها احساس مختلف. هتوجه شوية الى الرومانسية اكون معاك صريح. فانتظروا مني ان شاء الله في الصيف يعني فيلم جديد اللي هي هيكون برضو بيتكلم عن المشاعر، بس المشاعر شوية هتكون بقت فيها وصفة مختلفة او دراماتيك مختلف بحاول اقدمه لاول مرة. انا ان شاء الله احنا دايما في انتظارك. كل التوفيق ليك الفنان والمطرب الجميل سامو زين، الحقيقة يعني طول عمرك من 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 اول ظهورك فنان جميل ومحبوب، والحقيقة يعني كل الناس يعني تتمنى ليك التوفيق. بشكرك جدا جدا على الصباح الجميل اللي اختصتنا بيه النهارده على شاشه اكسترا نيوز، وكل التوفيق ليك، وان شاء الله باذن الله في لقاء قريب تاني ومزيد بقى من الاعمال الناجحه الجميله. وهستاذنك واحنا بنختم لقائنا معاك نروح للهديه لينا ولجمهورك، نسمع كمان جزء من هذه الاغنيه اللي ان شاء الله باذن الله تسمعوها كامله على في عيد الحب باذن الله. والنهارده في اغنيه كمان جديده، اغنيه فاطمه للمطرب الفنان جميل سامو زين. بشكرك جدا على وجودك معانا، صباح الخير مره تانية، وتعالوا نسمع مقطع الاغنيه من تاني. عينه في عيني، ايده في ايدي، هتمنى تاني ايه من الدنيا.